حاجه شغل، اول حاجه ممكن اعملها ايه؟ لسه ايه بدخل ايه خلاص اشتغل تمام. طيب اول حاجه بعملها في المشروع بتاعي، اول حاجه بعملها في المشروع بتاعي ان انا اعرف اسم المشروع تمام. اول حاجه اعملها ان انا اعرف اسم المشروع، اعرفه ازاي بحيث ان اي حد يفهم. طب من اول خالص، طيب من اول خالص انا قفلت اهوت، هبدا اقول له نيو، وبعد كده اقول له اركتكشر تمبليت، اقول له كريت نيو بروجكت. بروجكت يبقى انا هدخل سنه، بروجكت تمبليت يبقى انا بعدل في الخطوط، بعدل في حجم الالوان، حجم الخطوط، الحاجات دي كلها. فانا قلت له ايه؟ اول بروجكت. طيب اول حاجه عايز اعملها ان انا اعرف اسم المشروع بتاعي واسم المالك، المعلومات الاساسيه بتاعتي تمام. كل هنعمل كذا خطوه قبل ما نبدا ندرس. يعني اول حاجه هروح لكايبت مانج، كايبت مانج هتلاقي فيها، هتلاقي فيها بروجكت برامتر، رابع واحده بروجكت برامتر او خمس واحده تمام. بروجكت برامتر، لا ثانيه واحده، بروجكت انفورميشن رابع واحده، بروجكت انفورميشن، بروجكت انفورميشن رابع واحده. دي فيها ايه؟ اسم المشروع واسم المالك واسم الحاجات دي، دي معلومات نركزها قبل ما نبدا المشروع تمام. يعني هكتب مثلا الاورجانيزيشن نيم، مثلا تكتب اتش اي ام مثلا، الاورجانيزيشن ديسكريبشن، البيلدنج نيم، الاوثر، المعلومات الاساسيه اللي احنا هنحتاجها في المشروع، الكلاينت، اسم المشروع، رقم المشروع، وهكذا. طيب تاني حاجه لازم اعملها اللوكيشن، اللوكيشن لا لا مش البرج اللي هي البروجكت تمام. تاني حاجه عايزين نحددها اللوكيشن عشان هيفرق معانا قوي، يعني الحسابات بتاعتنا هتوقف على المكان في المشروع. فانا اختار ايه؟ هاجي هنا في المانج هتلاقي قائمه لوكيشن، هتلاقي لوكيشن تمام، دوس عليها لوكيشن بتاع المشروع. طب يا جماعه سمعت؟ الو الو والله دي بعد الدوره ما حصلت لي. ما راح حصلت لي. كويس كويس يا روتين ده. انا لازم ناخذ منك الرجيم مش حتى المرجيم. الو يا جماعه اول ما الو طيب انا ممكن اقفلها من عندنا حتى يفتح المايك. الو الو طيب هنا تقدر تختار الدرجه اللي انت عندك طيب هنا تقدر تختار خريطه، بنقدر نختار بحاجتين. اول واحده اللي هي انترنت مابنج سيرفيس تمام، بتفتح الخريطه وتبدا تعمل انت ايه؟ سيرش عليها او تبدا تعمل زوم على المكان اللي انت عايزه تمام. ممكن تكتب هنا اصلا، ممكن تيجي تكتب هنا مثلا الخطوط الطول والعرض، او تكتب البلد، يعني مثلا ممكن تكتب انديا
اكتب مثلا ايجيبت بس اي حاجه تمام، وبعد كده بقول له سيرش بيقول لي مثلا انا كتبت ايجيبت فجاب لي في كذا بلد اسمها ايجيبت تمام بايجيبت اي ار مثلا، فبيبدا يجيب لي المنطقه اللي موجود فيها الحاجه دي، وتقدر تسحب الحاجه الحمراء السهم دوت وتحطها في كايرو في اي مكان. وهو اوتوماتيك بيعمل سيرش على اقرب محطه اقرب ويزر ستيشن موجوده جنبيك المكان اللي انت اخترته عشان ياخد منها البيانات، بياخد درجه الحراره وبياخد الرطوبه وبياخد كل المعلومات دي عشان يعملها في الحساب بتاعك تمام. يبقى اول حاجه اول ما ابدا مشروع لازم احدد اسم المشروع، لازم احدد المكان اللي شغال تمام. طيب الحاجه الثانيه اجي هنا في الديفولت لوكيشن وممكن اقول له ايه؟ هات لي قائمه بالمدن ديفولت سيتي ليست. هات لي قائمه بالمدن، فيبدا يجيب لك قائمه وكل المدن اللي موجوده في العالم، فتقدر تجيب اول حرف كايرو، الكسندريا، كل الحاجات اللي انت عايزها. نعم؟ طيب دلوقتي بقى نبدا المشروع بتاعنا، يعني لو احنا مثلا عندنا فيلا عندنا اي مبنى اول حاجه نفكر فيها الارتفاع بتاعتي الليفل، هنبدا يعني دلوقتي نعمل الليفل تمام، وبعد كده نعمل الجريد، وبعد كده نبدا نرسم الحوض تمام. فهنرسم ايه واحده واحده مع بعض. طيب اول حاجه هعملها ان انا هبدا ارسم الليفل، عشان ارسم ليفل مظبوط لازم اخش في الاليفيشن او سكشن، يعني انا عايز احدد ارتفاع الدور، فاحسن حاجه اعملها ما اكونش واقف على الدور الاول او الدور الثاني او الدور الثالث، ادخل اول حاجه فين على الاليفيشن. طيب دلوقتي هدخل في الاليفيشن اهو تمام، ده مثلا الايست. طيب في مشكله دلوقتي ظهرت عند اغلب الناس اللي هي اليونكس، هتلاقي دلوقتي عندك بالانش او بكده، فعايزين نغيرها ونخليها ايه؟ بالسنتي او بالمليمتر زي ما احنا عايزين. طب نغيرها ازاي؟ تمام خش على الايست او الايست الحاجات دي. طب نغيرها زي احنا قلناها امبارح عشان اغير اليونكس اعمل ايه؟ يو ان. الله ينور عليك. يو ان واغير اللينس، وبعد كده في اللي بعد كده هنبدا بقى ازاي نغيرها في ازاي نغيرها في التمبليت بعد كده، يعني ان شاء الله المره الجايه نبقى نشوف ازاي نغيرها في التمبليت بحيث لما افتحها ما اقدرش نعدلها كل مره تمام. طيب انت بقى عايز تغيرها بالسنتي بالمتر بالمليمتر ما عنديش اي مشكله خالص. طيب بيقول لي بقى بيقول لي اليونت غيرها، وبعد كده بيقول لي راوند باي اللي هي راوند اللي هي تقريب او عايز كسور او مش عايز كسور او الحاجات دي كلها. طيب وبعد كده اليونت سامبلز اللي هو الراوند اللي هتكتب عايز تكتب وراها مثلا مليمتر او مش عايز تكتب بالظبط تمام. انا افضل اكتب عشان بنسى ساعتها. طيب اوكي. طيب فلما تيجي تعمل زوم هتلاقي ليفل 1 وكاتب لي الارتفاع وكاتب لي. طيب هنعمل دلوقتي البلاك، نفترض مثلا ان احنا عندنا بيزمنت في المشروع دوت 4 متر، هنبدا نعمل بيزمنت تمام. طيب اروح فين بقى عشان اعمل الليفل بتاعي؟ اروح هنا الاركتكتشر، من الاركتكتشر هلاقي في اخر حاجه خالص عندي اثنين جنب بعض ليفل اند جريد. ليفل اند جريد هنختار ايه الليفل؟ لو انا موجود في البلان، يعني بص دلوقتي لو انا موجود في البلان هتلاقي الليفل مش مفعل معايا، ما ينفعش ارسم الليفل وانا في البلاد. ليه؟ انا دلوقتي في الدور الاول هرسم ازاي الدور الثالث والرابع واتحكم فيهم؟ بيقول لي تكون في الليفل. طيب. طب لو انا كنت في فلور وعايز اروح للفلور قبليه ادوس ايه؟ لو انا ايه؟ كنترول وتاب. عايز تبدل كنترول وتاب. ايوه. ما اقدرش طيب انا دلوقتي
عايز اغير ارتفاع الدور الثاني مثلا ل 3 متر، هاجي هنا واروح اقول له خليها 3 متر. طيب عايز ارسم دور تحتيه، هاجي في الليفل وابدا هنا ادوس تحت شويه، بص للحته دي دقيق شويه، حاول تخلي نفس الخط يجي مع بعض. يعني بص اول ما قربت اعمل خليت اول بدايه الخط اللي انا هرسمه مع بدايه الخط اللي انا هرسمه بدا يعمل لي خط خفيف كده. الخط الخفيف ده معناه ايه؟ ان هربطهم ببعض لما حركوا يمين او شمال حرك معايا، تمام؟ يعني بيعمل ايه؟ بيعمل ربط بينهم وبين بعض. وده هيحصل برضه مع الجريد، لما برسم الجريد يبقى راس الجريد مع راس الجريد، لما اتحركوا فوق وتحت يتحرك معايا، تمام؟ طيب هقول له مثلا ارتفاعه كام؟ 3 متر اهو، وبدات اسحب وفضلت مكمل لحد ما اداني الخط ده وقفت. طيب لما اداني الخط ده، لو انا عملت سيلكت كده وعملت زوم هتلاقي فيه دورات صغيره. الدورات دي تقدر تسحبها يمين او تسحبها شمال زي ما انت عايز. طيب هنرسم الليفل ده تاني. ايوه طيب هقول له ليفل وابدا اختار من هنا دخل تمام شير سكرين. طيب كده ظهر عندك. طيب انا دلوقتي عايز ارسم ليفل، عايز ارسم ليفل تحت، فهاجي هنا واقول له اركتكتشر واقول له انا عايز ليفل وابدا ارسم من هنا مثلا 3 متر. لازم تخلي الخط في خط خفيف يظهر كده على اساس يربطهم ببعض. بس انت بتضغط ولا ما بتضغطش العين بتضغط ولا بس لا 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 طيب دلوقتي انا هرسم البيسمنت، رسمته مثلا على 3300. طيب عايز اغير الاسم بتاعه، اجي على ليفل 1 دوت وادوس مره واحده واخليه مثلا بيسمنت. طيب جاب لي رساله، جاب لي رساله دي بيقول لي ايه؟ عايز تغيره في البيو ده بس ولا عايز تغيره في كل المشروع؟ يعني مثلا على سبيل المثال هو ما عايزش حاجه ثانيه. لو قلت له يس هيغيرها لك في الفين في البروجكت. طيب صراحه حاجه ان انت الفيو اللي انت عملته جديد دوت ظهر في البروجكت الاخر اكتر من مره. طيب يبقى انا عندي الجزء اللي فوق البيزمنت بقدر اغير في الاسم، اقدر اسميه مثلا بيزمنت 1. طيب لما انا غيرته بيسالني الاسم ده هيبقى الاساسي كل الفيوهات ولا ده للفيو ده بس؟ غلط بقول له يس. لو انت عامل حاجه خاصه بيك ممكن تقول له لا ده انا، ممكن تقول انت عامل واحد مثلا انترنت ديزاين او حاجه سبيشال، تمام؟ طيب اللي تحت بيبقى فيه الارتفاع تقدر تغير فيه. يعني لو انا جيت هنا وخليته 5
هينزل معايا الرقم ده رقم حقيقي تمام. يعني الاسم مش هيفرق كتير لو سميته بزنس 1 بزنس 2 بزنس 3 مش هيفرق معايا البرنامج، انما الارتفاع هو اللي يفرق معايا. طيب هعمل ليفل تاني وهنشوف حاجه جديده بقى. طيب وانا بعمل ليفل اهو قلت له ليفل وبدات ارسم، قبل ما ارسم في شريط اصفر كده فوق خالص اسمه ايه؟ وديفاي ميك بلان فيو. يعني ايه؟ يعني بيقول لي وانا بمشي هعمل لك انا فيو للمعماري وفيو للاستراكشر وفيو للسيلي. لو انت حابب يعني ممكن يكون انت مثلا بتعمل الروف، الروف انت عايزه مثلا مش عايز فيه سيلي، فممكن تشيل السيلي. اشيله ازاي؟ شايف ايه؟ ميك بلان فيو، ممكن تدوس على بلان فيو طيب وهو بيعمل لك سيلينج وفلور واستراكشر. فانا ممكن اقول له ايه؟ انا مش عايز السيلينج. تمام؟ اوكي. اول ما ابدا ارسم، اول ما عملت رسم راح عامل لي هنا اهو ده سميه بيزمنت 2، راح هو هنا عمل لي في الفلور بلان بيزمنت 2 وفي الاستراكشر عمل لي بيزمنت 2 وما عملش في السيلينج. يبقى وانا بعمل الليفل تمام، يعني لو انا عندي مثلا خمس ليفلات كل ليفل في يعني الدور الاول دور الثاني دور الثالث ممكن كل واحد فيهم يعمل له الدور بتاعه اوتوماتيك. ما ضربتش هي انا عندي طيب انا عندي حاجه اسمها بروجكت براوزر. بروجكت براوزر دوت في كل الفيوهات تحتي، في مثلا فيو للدور الاول فيو للدور الثاني فيو للسيلينج فيو للستراكشر. فانا لما بعمل الدور الجديد دوت هو اوتوماتيك بيشيل لي فلور ليه فاضي خالص، انا ابدا احط فيه الشغل بتاعي تمام. يعني هو بيبدا يعمل لي راحه فاضيه ابدا امشي احط فيهم بتاعي. هو اوتوماتيك لما انا برسم حاجه مثلا للدور الاول للدور الثاني الحاجه دي بتظهر فيهم كلهم تمام. هنشوف مع بعض دلوقتي واحنا ايه شغالين. طيب يبقى نعمل مراجعه سريعه على الليفل. هعمل ليفل اهوت تمام، وهعمل مثلا ليفل 3 ماشي. ميك بلان فيو، هل انت عايز الليفل دوت اللي انت تعمله تعمل له فيو هتعمل عليه شغل ولا عايز فاضي؟ ممكن انت تكون بتعمل ليه عشان تنسب له حاجه او ترسم حاجه تنسب عليه من غير ما حاجه هتتبع او هيبقى فيها شغل تمام. يعني على سبيل المثال ممكن دور في النص كده انا عايز انسب عليه الارتفاع بتاعتي، فساعتها هتروح شايل ميك بلان فيو. طيب انا هبدا ارسم اهوت من هنا لهنا. انا رسمته فوق ليفل 2 ده هسميه بقى ايه؟ ليفل 3. بيقول لي عايز تغير اسمه، قلت له اه غير اسمه في فيهم كلهم. طيب لو جيت في الجنب هتلاقي الاسامي موجوده اهيت. انا اقول له رنيم ليفل طيب اي واحد من دول ممكن اعمل عليه سيلكت وابدا اغير الاسم بتاعه او اغير الارتفاع بتاعه. يعني ممكن اقول له بدل ده 6900 خليها 6 متر تمام. يبقى انا كده عملت الليفل بتاع كده انا ظبطت الارتفاع بتاع في الفيلا بتاعتي تمام. ده البي اتش اللي هي تمام. طيب خلينا نعمل زوم كده واعمل سيلكت على الجريد دوت، بلاقي في نقطه الناحيه الثانيه موجوده اهيت اللي هي شو بدل، يعني بيبدا يظهر لي الدوريه ديت الناحيه الثانيه. لو انا عايز تظهر الناحيه الثانيه طيب نرجع شوية. طيب ايوه
طيب دلوقتي لو انا عندي سبير معايا يا شباب معايا. طيب دلوقتي لو انا عندي سبير في خطوط مرسومه وعايز احول الخطوط دي للليفلات تمام. ففرض مثلا انا عندي من قائمه انوتيت اقدر ارسم خطوط مثلا بعد كده هنبدا ناخد الاوتوكاد ونحول الاوتوكاد ده لليفلات. طيب انا عندي هي الخطوط اهي, اروح بقى لقائمه اركتكتشر ليفل. المره اللي فاتت كان عندنا حاجه احنا بنرسمها اسمها لاين, في حاجه ثانيه برده بديها اسمها بيك لاين. بيك لاين يعني بختار خط الاوتوكاد يحوله لي الليفل بالشكل دوت تمام. يعني لو انا عندي خطوط اوتوكاد او خطوط انا راسمها اقدر احولها لجريد واقدر احولها ليفل او جريد واشتغل عليها تمام. طب ارسمها منين؟ لو انا عايز ارسم خطوط اروح للانوتيت, هروح لقائمه انوتيت اهي, قائمه انوتيت هقول له انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا مثلا. الخط دوت لما اروح للليفل الاقي عندي حاجه اسمها بيك لاين, واروح مختار الخط دوت واحوله لليفل معايا. انا ممكن اتنازل
طيب نكمل طيب طيب انا دلوقتي لو عملت سيلكت كده على الدوت تمام هتلاقي فيه قفل ظهر كده تمام لو شلته لو شلته هي هي هيفصل بين بين الليفل ده والبلاك اللي فيه يعني بص عليه اقدر احرك تمام هتقدر تتحرك من غير ما تحرك الحاجات اللي تحتيه لو انت عايز تصغر حاجه او تكبر حاجه من غير ما تاثر في في الباقي تمام طيب وتقدر ولو رجعت ثاني حركته ومعاه على نفس الخط الليفل يتحط قدامك تمام يعني لو حركت لو انت شفت ليك لو حركت وحرك معاك لو انت رجعت تاني Thank you.
طيب كذا معاك في خط صغير خالص كده جنب تحت الاسم، في سهم صغير خالص كده تحت الاسم، في خط منكسر تحت الاسم يا باشمهندس. في بس بص في الصوره دي، ايوه في خط صغير كده تحت الاسم تمام. لا انا عامل عليه زوم دلوقتي اللي هو الخط الصغير ده تمام. لما بدوس عليه بيبدا يعمل لي كسره معينه بحيث لو انا عايز اتحكم في الشكل بتاع الاسم تمام. اجيبها كده مثلا شويه واجيب دي شويه كده تمام. الليبل ما بيطلعش بس الكلمه نفسها بتطلع وتنزل لو هم متعارضين مع بعض او في كلمتين قريبين من بعض. الخط الصغير ده تحت الاسم لا اللي بين الاسم ده ايوه هو ده تمام. طيب دلوقتي هنرسم مع بعض الجريد ماشي. الجريد افضل حاجه نرسمها يكون في البدايه ماشي. طيب دلوقتي اروح بقى لاي دور انا عايزه ولكن مثلا اي ليفل تمام. هبدا ارسم الجريد. هتلاقي في حاجات كتيره اللي احنا قلناها في الليفل موجوده في الجريد تمام. طيب انا هبدا ارسم جريد ازاي؟ هقول له جريد هتبدا تظهر لي القائمه اهيت. هبدا ارسم اول جريد اهوت ما دام واحد خلاص اللي بعديه على طول هو اوتوماتيك يفهم ان اللي بعديه على طول اثنين. لا فاكر ان اركتكتشر جريد جنب ليفل على طول. اركتكتشر جريد تمام. ده ليفل واحد تقدر ترسم ليفل اثنين تقدر ترسم ليفل ثلاثة. حاول تخطط لك مستقبل. والله ترسم لو انا غيرت الرقم وخليت الرقم ده 1.1 وده 2.3 مثلا تمام. طيب جيت ارسم واحد جديد هيشوف اخر رقم عدلته ويرسم بعديه اهو. ماشي. طيب لما انا بعمل سيليكت على اي جريد تمام هو اوتوماتيك بيعمل لي زي ايه؟ temporary dimension اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. ممكن تستغل الرقم ده تكتب الرقم اللي انت عايزه يعني بدل ما هو 5 متر تقول له انا عايز 4 متر او عايزها 2 متر بالشكل ده تمام. بعمل سيليكت على اي جريد هو اوتوماتيك بيعمل زي دايمنشن مؤقت كده تمام. لو انا دوست بره الدايمنشن ده بيتفتح. طيب لو انا عايز الدايمنشن ده يتصرف معايا هتلاقي علامه الدايمنشن تحت كده دوس عليها. طيب الدايمنشن دوت اهو هنعمله تاني. انا مجرد ان انا وقفت على اي
جريت هلاقي في دايمنشن ظهر لي كده، تقدر من خلاله تغير الرقم اللي انت عايزه، تخليه مثلا 2 متر يبدا يتغير معايا. ماشي. طيب لو انا عايز في عنصر معين مش عايز يتحرك، عايز التاني هو اللي يتحرك، تمام، يعني في جريد معين او في حاجه معينه عايز اثبتها. في امر عندنا موجود في الاوتوكاد اسمه بن، يعني كان انا جبت دبوس ودوست على الحاجه دي وجبت، تمام. بيجي منين؟ ان انا اعمل سيلكت على الحاجه اوتوماتيك بيفتح لي كلمه ديفولت، بتلاقي زرار اسمه بن وفوقيه حاجه اسمها ام بن. بن وام بن، بن بيثبت لي الجريد دوت، ما يخليش الجريد ده يتحرك مهما حصل. طيب فانا هقول له ايه؟ بن. خلاص يبقى انا كده لما اغير الرقم اي حاجه ثانيه تتحرك ما عدا الحاجه اللي مثبتها. تمام؟ يبقى انا كده ممكن اعمل بن للعنصر، يعني ممكن يكون عندي ثلاث حوايج وفي حاجه في النص عايز احركها، اللي مش عايز احركه اعمل له بن. اوكي؟ طيب يبقى احنا كده زي نفس اللي فات، زي نفس الجريد، تمام. طيب عايزين نرسم بقى الجريد، احنا رسمناه راسي، عايزين نرسم افقي. ماشي. هاجي هنا واقول له انا عايز ارسم جريد دهوت، واخليها مثلا حرف الايه، تمام. طيب لما اجي ارسم واحد تاني، هيبدا يكتب لي حرف البي، واحد كمان السي. طيب لو انا جيت هنا ممكن ادوس على المربع دوت فيبدا يظهر لي حرف السي من ناحيتين، تمام. طيب هتلاقي برضو الجريد ده ظهر لي، الجريد دوت اقدر استخدمه في ان انا اعدل الارتفاع 5 متر. طيب اقدر احول الجريد ده لجريد حقيقي، يعني جريد هتتبع معايا، هيكمل معايا ان انا ادوس على شكل الجريد الصغير ده اصبح جريد حقيقي. ممكن اعمل سيلكت على الجريد ده واعمل له اف، يعني ايه اف؟ يعني خلي المسافه 5 متر ثابته بين الجريد ده والجريد دوت، عملت له اف كده، يبقى لو الجريد فيه متحرك الاثنين بيتحركوا مع بعض، مفيش حاجه اسمها واحد فيهم بيتحرك لوحده، تمام. كده انا بعمل ايه؟ بعمل علاقات بين العناصر مع بعض، ممكن اعمل بين البير والكتاب بين اي عنصر مع بعض، يعني ممكن انا بالنسبه لنا.
طيب هنرجع تاني للجريد. هل عندنا ان انا اقدر اعمل جريد على هيئه ارض؟ لو انا عايز اعمل جريد على هيئه ارض ليه ان انا اعمل الموضوع ده مثلا جريد اهو. وممكن اعمله على هيئه ارك من خلال نوت سنتر، ان انا ادي نوت سنتر وابدا ارسم الجريد اللي انا عايزه. وليا نفس الفكره في الليفل، في حاجه اسمها بيك لاين. بيك لاين لو انا عندي خط اوتوكيت، لو انا عندي اوتوكيت فبدل ما اقعد ارسم انا، لا ممكن اقول له بيك بيك بيك، بتخلص وقت كتير قوي. يعني لو انا عندي امر بيك لاين ده موجود في الحوائط برضه، لو انا عندي حوائط كتيره ممكن اقعد اعمل بيك على الحوائط، فاحاول اخد الخيط وولف سواي. طيب ايه تاني؟ في ساعات انا بحتاج ان انا اعمل الجريد في كذا حركه كده. فانا بلاقي عندي في قلب الجريد بلاقي حاجه اسمها مالتي سيجمنت، بدوس عليها بيبدا يقول لي بقى ارسم الجريد زي ما انت عايز. فببدا ارسم الجريد بالخطوط ديت زي ما انا عايز، واول ما اخلص اقول له اوكي فهو يبدا يرسم لي الجريد دوت. تمام. على فكره في نقطه حلوه في الفيت في الريبس، الموضوع الفيت على خمس مرات بحط الحاجه على اللير دي، ممكن افضل بحط الحاجه على اللير غلط. لا هنا في الفيت هو اوتوماتيك بيحط كل حاجه على اللير دي. تمام. يعني مفيش مره من المرات انا احط وول حط على حاجه اسمها على الدور او الويندو كل حاجه على اللير. تمام. هنشوف موضوع اللي يرد مع بعض. ماشي. طيب دلوقتي عايزين مثلا نبدا نرسم الفلور او نرسم الوول في قلب المشروع بتاعنا. خلينا نرسم مثلا الوول، وكل واحده من دول بنرسمه في تفاصيل ثانيه بس ايه مع الوقت. خلينا نرسم الوول. طيب لو انا قلت له انا عايز ارسم الوول اللي احنا رسمناه المره اللي فاتت، وقلت له وول اركتكتشر، تمام، بلاقي عندي مثلا ممكن ارسم على هيت لاين مثلا نفس اللي اخترته اللي احنا شفناها المره اللي فاتت. احنا شفنا مره فاتت ازاي نرسم الهاي الارتفاع بتاع الدور، ازاي نرسم مثلا الشيء التشين والاوفست والريديوس والحاجات دي. عايزين نشوف بقى لو انا عايز اتحكم في سمك الحيطه، يعني انا عايز الحيطه دي بدل ما هي مثلا 100 مللي تبقى 200 تبقى 300 الحاجات دي كلها. ماشي. طيب اعمل الموضوع ده منين؟ اجي هنا في الايديت تايب واقول له ايديت تايب. ماشي. دي كل دي خصائص الحيطه، هناخدها واحده واحده بس النهارده هناخد بس واحده بس اللي هي الاستراكشر. الاستراكشر معناها ايه؟ الماتيريال بتاعت الحيطه. ممكن الحيطه دي تكون فيها كذا ماتيريال، يعني تكون في فرصانه وفي دهانات وفي كذا حاجه موجوده في قلب الحيطه. طيب هنا مجرد بس نغير النهارده السمك دوت، غيرها مثلا 300. يبقى تاني لو انا عايز اغير سمك الحيطه هخش هنا في ايديت تايب. طيب هقول له ايديت تايب، وبعد كده هيطلع عندي استراكشر اول واحده، هقول له ايديت، وبعد كده هدخل هنا هغير السيكنس اللي هو السمك بتاع الطريق
طيب اوكي انا دلوقتي هرسم حيطه مثلا اهوت طيب طيب بعد ما رسمت الحيطه عايز احط باب وشباك الناس تحط باب وشباك من غير ما اي حد يحط باب وشباك تروح تحط باب وشباك شفت الغرفه غرفه واحده تحط باب وشباك انا
طيب دلوقتي لو انا عايز اغير حاجة في الشباك، طب الشباك مختلف عن الباب في نقطة او في خاصية، لو انا حطيت هو دور وحطيت جنبي مثلا شباك ويندو، تمام؟ اه طيب الويندو مش ظاهر عندي عشان تقريبا الفيو رينج. طيب دي عندي الفيو رينج دي هنتكلم فيها بعدين، اللي هي حكايه العنصر لما تختفي ما تبقاش ظاهره. كله حاجه اورنج. ممكن ايه؟ لا اهي 1200 دي حاجه اسمها فيورنج هنتكلم عنها، بس ايه نشوف الشباك. لو انا بفتح الشباك بيديني حاجه اسمها سيل هاي، الارتفاع بتاعي يعني الباب معروف ان هو بيبقى نفس ارتفاع الدور، انما ممكن الشباك يرتفع شويه، فانا بظبط الارتفاع بتاع الشباك زي ما انا عايز. طيب في ناس بيقولوا الشباك اللي موجود ده صغير عايزين نكبره، تمام؟ طيب هنشوف دلوقتي ازاي نكبره. اللي بيتقال دلوقتي ممكن تحس ان هو جديد، بس هتلاقي بتكرر مع كل حاجه بعد كده، يعني لما نيجي نتكلم على اي حاجه ثانيه هتلاقي تلتك. يعني لما اتكلمنا على الليفل كانت في حاجه جديده، بس لما اتكلمنا على الجريد لقيناها هي هي. يعني كل الفاميلي بيتغير بنفس الطريقه، يعني حتى لما ندخل في ستراكشر مثلا هتلاقي نفس الفكره. طيب الشباك دوت هدخل هنا في ايديت تايب، تمام؟ هقول له دوبليكيت، يعني هقول له خلي كل النسخ اللي موجوده قبل كده زي ما هي، هعمل نسخه جديده واكتبها بالمليمتر. يعني مثلا خلي الشباك ده مثلا 1500 لا 1500 ايه؟ خليها مثلا 750. عايزين الناس تعرف كام الشباك؟ خلي كام؟ متر في متر و50؟ متر و50 في 2 متر كم؟ 2 متر 70؟ طيب 1500 في 1000، تمام؟ انا كده كتبت المقاس، بس ده كتابه، ده الاسم، بس اللي جواه لسه ما حددتش الخصائص بتاعته. فهاجي هنا بقى في الهاي وفي الويتس. الهاي الارتفاع بتاعي 1500 والويتس بتاعي 1000، تمام؟ هتلاقي الباب المقاس بتاعه اختلف، تمام؟ هتلاقي الباب مقاس بتاعه اختلف، تقدر تقيسه لو انت حابب. قبل ما نخش نشوف حاجه ثانيه، بص انا ممكن الباب ده عايز يخليه نفس الشباك ده، عايز اخليه نفس الشباك الثاني. يعني عندي نوعين من الشباك، رقم واحد وشباك رقم اثنين. ممكن تستخدم امر اسمه ماتش، اللي هو في الاوتوكاد ام اي ماتش. يبقى اعمل ام اي واعمل ماتش من ده لده، هتلاقي الشباك الثاني كبر، تمام؟ فامر ماتش، وبرده ماتش مع الحواري. لو انا عندي حيطه قصيره او فيها خصائص معينه ممكن تعمل ماتش بين الحيطه دي والحيطه دي. طيب I'm going to go to the next one.
طيب عايزين نبدا نحط عمود في قلب الغرفه. لو احنا عندنا كولوم عايزين نحط كولوم نضيف كولوم. نعم حضرتك ماشي. طيب الزوايا احنا عندنا نوعين من الكولوم، عندنا نوعين من الكولوم، في اركتكتشر كولوم وفي ستراكشر كولوم. تمام هنشوفه مع بعض ماشي. طيب لو انا قلت له انا عايز كولوم اهي، هلاقي عندي ستراكشر كولوم اخترتها، هتلاقي بيديك خصائص كتير قوي ماشي، اللي هو ايه، ان ممكن العمود الانشائي ده يكون فيه ميل مثلا. تمام تمام، او انا عايز اوزعها حسب الجريد، او عايز اوزعها حسب العماده المعماري. ما نرجع بالقصه دي كلها، خلينا ناخد واحده بس. هناخدها كلها بس مش دلوقتي، يعني احنا عايزين ايه ناخد ازاي العمود، والمره الجايه ناخد التفاصيل بتاعت العمود. طيب ممكن اقول له فيرتيكال كولوم، وهتيجي تحط العمود هتلاقي فيه مشكله، يعني كل ما يجي تحط العمود هتلاقي فيه مشكله هيرفض. طيب عشان عمل مشكله؟ بص بدر رساله قال ان هو مش موجود، لا بس نخش بقى في الكريدي. نخش في الكريدي اللي هو الزيت اللي فوق. اللي هو فريش بلاد بنحط الكولوم بتاعه. العمود اللي جاي على الخط بتاعه. نخش في الكريدي. هو موجود بس موجود في الدور اللي تحت. ليه؟ عشان وانا بحط العمود في اختيار احنا ما اخترناهوش اللي هو دوت. لو الناس بصت للشاشه هتلاقي في اختيار عايز فيرسن ديبس اللي تحت تمام ولا هاي اللي فوق. لو ديبس يبقى انا العمود هي اخره واقل حته فيه الدور اللي انا واقف عليه. تمام؟ يعني انا دلوقتي في الدور الاول هيحط في البيزمنت لحد الدور بتاعي. لو قلت له هاي هيعكس العمود. لما اقول له هاي اقدر ارسم بقى للدور اللي فوق او اكتب له رقم لفوق بالموجب. تمام يبقى انا لما اجي ارسم حاجه ابدا افكر، لو انا بعمل فاونديشن يبقى خلاص هختار اللي هو ايه ديبس، لو عمود معماري لا هبدا اختار ان هو يترسم لفوق هاي. تمام طيب خلينا نروح لاوطى ليفل عندي وابدا احط مثلا كولوم واقول له ان الهاي بتاعي هو اعلى دور عندي ماشي، يعني اعلى دور اللي هو الروك مثلا او حسب الدور اللي كل واحد مسمي الاسم اللي هو عايزه. ده هيعمل ايه؟ كل ما هفتح دور هلاقي ان هو حاطط لي فيه كولوم بتاعي. ماشي؟ طيب انا لما اجي احط العمود كده واقول له الهاي وابدا اختار اعلى حاجه عندي، او ممكن تقول له ان كونكت وتقول له مثلا 12 متر. العمود ده هيظهر في الدور بتاعي ويظهر في كل الدور اللي فوق. تمام؟ الناس بس كده تجرب موضوع ان هو يعمل العمود ويشوف المشكله اللي بتحصل لو انا رسمت على ليفل تاني. طيب
خدنا العناصر الاساسيه اللي ممكن نعمل بيها البيت بتاعنا. طيب بعد كده خلينا نقول له احنا عايزين نرسم الفلور، الفلور بتاع الارضيه بتاعت المشروع بتاعنا. ماشي معايا؟ تحد فرحان هنبدا نرسم الفلور. تمام، هتبدا تلاقي فوق عندك فلور، اختار اللي هي فلور اركتكتشر. تمام، هتبدا ترسم بقى الارضيه بتاعت الدور بتاعتك. تمام، يعني انا عندي هنا المبنى، فانا ممكن اختار مثلا، عندي كذا اختيار، الناس بس تركز معايا في الترسم. عندي كذا اختيار، ممكن اختار مستطيل وابدا ارسم مستطيل. ماشي، دي طريقه. ولو قلت له اوكي وخشيت في 3 دي هلاقي ان هو فعلا عمل لي الارضيه. هي الارضيه دي ممكن تنقلها مثلا من الدور دوت للدور ليفل 4. طيب ممكن ننقلها كده من هنا لليفل 4. ماشي،
عملت سلكت عليها ودخلت على الخصائص. يعني انا دخلت على الخصائص وبدل ليفل 4 دي مثلا خليتها مثلا ليفل 2 تمام. طيب في حاجه اكتر من كده بقى هو بس الفلور ان انا اربط الفلور بالحيطه بحيث لما الحيطه تتحرك الارضيه نفسها تتحرك معايا تمام. يعني انا هلغي مثلا الحيطه ديت وبعد كده عايز ارسم حيطه بشكل الفلور بشكل اخر. رسمت الفلور الاركتكتشر واقول له انا عايز ارسمها بيك وول. بيك وول يعني ايه؟ يعني بدل ما تعمل بيك لاين لا بيك وول، هعمل سلكت على الحوائط كلها تمام. اهي الحته دي والحته دي والحته دي والحته دي. نلاحظ ان هو دلوقتي بيعمل لي ايه؟ هيرسم الفلور جوه الحيطه، او يعني لو انا عندي حوائط كده هو هيرسمها على الحدود الداخليه للحيطه. انا ممكن اكون عايز ارسمها الناحيه الثانيه، فمساهمين اللي موجودين هنا دول اقول له ارسم لي ارسموا لي بره، فكده هياخد حدود الحيطه من بره تمام. طيب هنعملها تاني، نلغي الفلور ده خالص وهروح هنا للفلور واقول له فلور اركتكشر واقول له بيك وول. علمت البيك وول اهيت ماشي كده، انا عملت على كل الوول تمام. هتحصل مشكله معايا لو انا لو الشكل بتاعي مش مقفول او في حته كده خط ناقص او في فتحه او حاجات زي. طيب انا ممكن اقيس على زاويه ادخل اخلي الخطوط من جوه او من بره تمام اهو بالشكل دوت، بعد كده اقول له موافق. فعندي اختيار تاني برضو في الفلور ان انا ممكن اقول له بيك وول بيك لاين. يبقى انا عندي ان انا ممكن ارسم خطوط حره او ان انا اقول له بيك لاين لو انا عندي اوتوكاد فاعمل على خطوط الاوتوكاد، او بيك وول هيبقى اظبط. بيك وول ميزتها ان انا لو عدلت في الحيطه الفلور نفسها تتحرك معايا. ميزه البيك وول ان هو مرتبط بالحيطه، فلو الحيطه كانت بتغرق اتحركت هتتحرك معايا تمام. انا لو قلت لك لو الحيطه اتحركت الفلور هيتحرك معايا تمام. يعني هو الفلور نفسها هتتحرك معايا I'm going to go to the next one.
اللي كان نزل في 2021 بس او 2020 التحديث الثاني. طيب هنعمل حاجه دلوقتي الناس تبدا تركز معانا، ناخد حاجات بسيطه كده سهله لذيذه كده نختم بيها. طيب خلينا نخش على اي ليفل من الليفلات ماشي، وعايزين نعمل تاج. يعني ايه تاج؟ تاج يعني اسم او انوتيشن او كتابه، بس هو قصته ان هو ذكي سمارت، يعني تكست سمارت. بمعنى ايه؟ ان اوتوماتيك لو خصائص الداتا اتعدلت هو بيتعدل. يعني انا ممكن اوتوماتيك، يعني مثلا ايه التكست انا ممكن اكون كاتب ايه الباب العاشر، وبعد كده الباب ده غيرت نوعه للباب التاسع، تمام؟ في التكست ما بتعدلش، في الانوتيشن بيتعدل او في التاج بيتعدل. طيب كل اللي انا اعمله ان انا هاجي اكتب تي جي تي جي وعلم على الباب او الشباك. تي جي تي جي تي جي يعني تاج وسط كده المحطه يبدا يكتب لك الرقم، الرقم ده بياخده من الخصائص الموجوده، احنا ممكن نحط 20 خصوصيه ريزورت قلب التاج، يعني ممكن نحط التاج يكتب لي كل الباب وعرضه وارتفاعه والمنطقه بتاعته واسم الغرفه اللي موجود فيها، وكل الحاجات دي نقدر نحطها في التاج. تمام؟ اه تمام، تمام؟ ده انت كنت عملت بقى قبل كده واتلغى، فده هو ده رقم 2. تمام؟ او بياخد سلسله كده بايه؟
البرنامج بيعمل الارقام ماشي. طيب بص بقى معايا في الشيت اللي تحت خالص، بص معايا في الشيت اللي تحت خالص اللي هو مكتوب عليها مثلا 1 ل 100 او 1 تحت خالص، ده السكيل. السكيل ده بيفرق في ايه؟ كل الانوتيشن او كل الكتابات اللي موجوده في اللوحه هتتغير، هتكبر وتصغر. يعني جرب ان انت تخليها مثلا